ودلوقتي معادنا نروح للميا حمدين نعرف منها آخر أحوال الطريق والشوارع في القاهرة الكبرى والمحافظات، وكمان نصبح عليها. صباح الخير عليك يا لميا. صباح الخير عليك يا لميا. صباح الخير عليك يا منى. صباح الخير عليك أحمد، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا تعالوا دلوقتي نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة في مصر قبل ما تنزلوا من بيوتكم. هنبتدي جولتنا من محافظة القاهرة وبتحديد من كوبري أكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية إنما بسيطة مش بتأثر على معدل الحركة لحد منطقة رمسيس، وبعدين بيكون في سيولة لحد نزلة غمرة وبتكمل معنا السيولة المرورية حتى نهاية كوبري أكتوبر. شارع رمسيس بيشهد كثافات برضو بسيطة وغير مؤثرة على امتداد الشارع وبتكمل معنا السيولة المرورية لحد طريق النصر. أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء والويلي ولغاية كوبري الساحل والأميرية. أما أعلى الأوتوستراد في سيولة مرورية نسبية بتقل بعد شوية للي جاية من مناطق حلوان ولحد المعادي وكمان المقطم. أما مطلع المقطم للمتجه من محور صلاح سالم مغلق، وده بسبب أعمال إنشائية هناك. نكمل جولتنا في شوارع الجيزة وبالتحديد من شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرورية، وده بسبب غلق الشارع كليا في الاتجاهين لمسافة 500 متر بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع، وهناك هنلاقي الكثافات المرورية بتزيد مع ساعات الذروة. أما محور 26 يوليو هنلاقي عليه برضو كثافات مرورية للي جاي من أكتوبر ومكمل لحد ميدان لبنان، إنما في الطريق الثاني أو الاتجاه الآخر بنلاقي فيه سيولة مرورية للي جاي من كوبري 15 مايو متجه لمدينة 6 أكتوبر. وكمان ناخد بالنا إن الإدارة العامة للمرور أعلنت إغلاق كلي لبعض مطالع ومنازل كوبري 15 مايو وأحمد عرابي، وده لمدة شهرين ضمن الأعمال الإنشائية لمحور 26 يوليو الجديد، وده طبعا وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات. وكمان تم إجراء بعض التحويلات المرورية وعمل بعض المحاور البديلة. كمان تم إغلاق ميدان سفنكس زي ما احنا شايفين كليا، وبالتحديد الاتجاه المؤدي لشارع أحمد عرابي، وده لربط جسم كوبري 15 مايو الحالي بالتوسعة الجديدة، وهيكون لمدة شهر هتنتهي صباح السبت الموافق يوم 10 ديسمبر، على أن تكون الأعمال هتكون على مدار الـ 24 ساعة، وده بيأتي في إطار استكمال الأعمال الإنشائية لتوسعة كوبري 15 مايو في الاتجاهين نطاق محافظة الجيزة، وضمن طبعا أعمال مشروع توسعة وتطوير 26 يوليو البديل. في محافظة اسكندرية زي ما احنا شايفين هنلاقي بعض الكثافات انما بسيطة وموجودة بالتحديد عند شارع خالد بن الوليد في منطقة ميامي. كمان في كثافات بسيطة في المنطقة المحيطة بكوبري ستانلي، وكمان في كثافات متقطعة عند الإشارات بطول الكورنيش، لكن في الشوارع الجانبية فيها سيولة مرورية نسبية. هنكمل جولتنا المرورية ونروح لمدينة أسوان ونتابع هناك الحالة المرورية، ونبتدي من شارع السادات لحد منطقة المسلة بتشهد سيولة مرورية كويسة هناك على طول الشارع، إنما هنلاحظ في كثافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل عند منطقة أو محطة القطر اللي بيشهد الطريق حواليها بعض الكثافات المرورية. كمان في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي لمستشفى أسوان الجامعي، في كمان هناك بعض الكثافات المرورية. خلصنا جولتنا المرورية ونرجع تاني لأحمد ومنا نتابع معهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا لميا.